هذا الحفل المركزي الذي يقيم إحياء لولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في العتبة العباسية المقدسة، لتسليط الضوء على هذه الولادة الميمونة من خلال إلقاء مجموعة من القصائد احتفاء بالمولد، ومن ثم الوقوف على مجموعة من الإشكاليات والموضوعات البحثية التي تتعلق بسيرة النبي وشخصيته المباركة. نحن نحتاج إلى أن نتعرف على أكمل الناس، ولا يوجد هنالك أكمل من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي هذه الندوات وهذه الجلسات هي محاولات لتعريف الأمة ولتعريف الناس. طبعا الناس، أتحدث عن الناس كلهم سواء مسلمين أو غير مسلمين، من غير المسلمين نعرفهم على سيرة النبي الأكرم ليقتبسوا من هذه السيرة الدروس والعبر.